ينضم إلي عبر الهاتف المتحدث بقسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب السيد عبد المالك المدني. سيد عبد المالك، ورحب بك. مرحبتين بك وبكل مشاهدي قناة التنصح. نعم سيد عبد المالك، يعني هناك روايات عديدة انتشرت حول مقتل القائد الميداني هشام أم سمير، لو تطلعنا على تفاصيل أكثر. نعم طبعا، في البداية نعزي ليبيا بالكامل بالشهيد بإذن الله القائد الميداني هشام أم سمير، آمر محور المدفعية والجراد اللي تم الغدر به عصر هذا اليوم من قبل ميليشيا الكاني تحديدا في منطقة الشحوات المؤدية لمدينة سناتة. نعم سيد عبد المالك، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه العملية. نعم طبعا، التفاصيل الأكيدة حول هذه العملية أن القائد الميداني هشام السمير وعند خروجه من مدينة طرابلس متجه إلى مدينة مصراتة وكان معه أحد رفاقه، طبعا جاء له اتصال من أحد شباب مدينة ترهونة واتفقوا على اللقاء بالقرب من مدينة مسلاتة للحديث، حيث كان هناك باعتبار أن هشام السمير تجمعه علاقة طيبة في السابق مع المدعو محمد الكاني. نعم. كان لهم حديث المدة الماضية بأن تجنيب وحياد مدينة ترهونة على هذا الاقتتال الذي لم يرحم أحد ولم يرحم أيضا مدينة ترهونة بحد ذاتها. نعم. وفي الحديث قال المدعو محمد الكاني لهشام سمير بأن لازالت الشبهات تحوم حتى حول مقتل المجرم محسن الكاني وأخيه عبد العظيم وأيضا المقري، هل هم تم استهدافهم صحيح أو تم اغتيالهم. فكانت مساعي حياة الشهيد بإذن الله هشام سمير بأن تعود مدينة ترهونة إلى حضن الوطن وتعود مدينة ترهونة إلى المنطقة الغربية وتكفي شر قتال. فكان هناك طبعا هؤلاء الشباب كانوا مبعوثين من قبل محمد الكاني للتفاوض مع هشام سمير، ولكن عندما تم اللقاء حدث وقاوم في غدر بالقائد الميداني هشام سمير وقاموا بإطلاق الرصاص عليه ومن ثم أخذوا جثته. طبعا هذا ليس غريب على هذه الميليشيات التي قطعت كل الطرق من أجل الصلح ومن أجل عودة مدينة ترهونة لحفظ الوطن. هؤلاء لا يريدون بناء دولة، هؤلاء لا يريدون صلح، هؤلاء دخلوا إلى يريدون المعركة، يريدون الدمار لليبيا. نعم. فأين سيكون مصيرهم الآن؟ فهم الآن يقومون بالعداوة مع عديد من المدن الليبية خصوصا منها المدن الغربية. بإذن الله سننتصر على المجرم وميليشياته وستعود هذه الميليشيات التي جاءت من الشرق وستبقى وحدها ترهونة تعاني من الدمار الذي سببه له ميليشيا الكاني. نعم. ومن القتل والتهجير الذي حدث داخل مدينة ترهونة. نعم سيد عبد المالك، يعني نرى كل يوم حالات اغتيال وحالات قتل ترتكب في داخل مدينة ترهونة وخارجها، فمتى سيتم الدخول إلى مدينة ترهونة وتخليص المدنيين من هؤلاء المجرمين؟ نعم، أنا أؤكد لكم بأن مدينة ترهونة هي هدف واضح لقوات عملية بركان الغضب، وكل هذا يحدث بعد قرار من أمر غرفة العمليات المدنية ومن أمراء المحاور. عندما تشين هذا الوقت وهذه الساعة سيكون الكل جاهز وقوات الجيش وقوات المساندة جاهزة من أجل تحرير مدينة ترهونة أو أي منطقة أو مدينة تستولي عليها ميليشيات مجرم الحرب. نعم سيد عبد المالك، يعني سمعنا يعني عدة روايات تتحدث عن تحشيد لميليشيات حفتر للدخول وللمحاولة دخول مدينة طرابلس مرة أخرى، ما صحة هذه الإشاعات؟
يا أخي الكريم، نحن الآن تجاوزنا 15 ونصف الشهر السادس من هذا العدوان على العاصمة طرابلس، وكل يوم نسمع بأن لديهم تحشيد كبير وأن لهم أركان دخلت المحاور القتال، ولكن النتيجة ما هي؟ النتيجة من منذ يوم 4/4 وحتى يومنا هذا لم تتقدم ميليشيات نجوم الحرب حتى ولو كيلومتر واحد. على العكس، هي خسرت المدينة التي كانت غرفة عملياتهم الرئيسية وهرب من غرفة عملياتهم الرئيسية، أقصد مدينة ترونة وأقصد بالمدعو على الحاسي. طبعا هذه تحشيدات وهمية، إن كانت هناك تحشيدات تحشيداتهم كبيرة، ولكن تجد قوات الجيش بمرصاد وتقوم بهزيمها، فلم ينفع معهم لا تحشيداتهم ولا طيرانهم الإماراتي المسير. نعم نعم، السيد عبد المالك المدني المتحدث بقسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.